السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم في فيديو تقريبا هو ما اتعملش في القناة قبل كده. سمك، ثلاث انواع سمك مقلي. سمك اسمها سمكة مكرونة، وسمكة رنجة. سردين، وسمكة الرنجة. طبعا مش رنجة يعني معمولة متبخرة، ما الرنجة دي بتدخل البخار وكده، لا هي سمكة رنجة فريش يعني. تمام. وطبق رز بقى باشا اهو، يعني بسم الله انا عايز بصراحه يعني اشتغل اكل يعني. وطبق سلطه روعه ومخلل، ونقول بقى بسم الله كده، ونقول نشوف الاكل هيبقى شكله ايه النهارده. واقول لكم ببساطه، واو، وطبق طحينه طبعا ما حصلش اهو، وطبق رز كده اللي انتوا عارفينه بقى، والزبد النهارده عامل زي سلاسل الفضه، كل حبايه من حبايه. سنة بقى نفتح بقى في السمك كده اهو. الله الله، طعمه جميل، طعمه جميل بجد. حط لينا اهو، شوفوا كده ديت الرنجة. دي كده يا حاجة، دي كده عجبك؟ نعم. طعمه جميل قوي ده الرنجة. لا بجد طعمه جميل، طعمه طازة اهو. ده غنجر صح؟ ده الايه؟ ده السردين بقى، ده النوع التاني يا جماعه اهو. شوف برضه كده سمكه جميل دي، امي بتحبها، هي شكلها كده يا جماعه سمكه جميله قوي. جميل. روعة ما بجد يا حاج، كل كده بدويها ماشي، دويها روعة. سمكة السردين ولا رنجة؟ أحسن من رنجة، أحسن من رنجة. ما أنا قلت كده برضه وأنا بقليها. مصري سمكة السردين النسيج بتاعتها ماسكة شوية، ما فيهاش عقل. ده مهم. مفيش فيها اهو، خلي ده اللي هو المكسيك. امال النوع التالت ده مش عارفه برضه، مكرونه اللي هو ده، اللي هو ده يا جماعه اسمه مكرونه. صباح عامل ازاي كده يا رب؟ يعني اي سمك يعني، كل واحد مسافر مثلا دولة أوروبية أو أي دولة، لأن إحنا كان كده ناكل، الواحد ياكل سمك وهو مطمن في أي مكان في العالم. والله حلو بس هي السردينة اللي أنا برضه أنا بقلب فهمت، السردينة طلعت أحسن سمكة فيهم. يا رفيع خد بس شوف كده يا أحمد أهو، تعجبك أوي. أهو هي احلى حاجه بتسجل. هو كله مقلي زي بعضه، معمول في نفس الحله زي ما بقوله، بس هو يعني شوفوا بقى دي السمكه الثانيه اللي هي السردينه دي بيضة عن دي شويه اهو، انتوا شايفينها كده اهو. نسمع ايه المكرونه من ورا مغمقه شويه عظم، لا فين؟ يبقى الثانيه دي ما فيهاش عظم. السردينه طلعت احسن سمكه. حلو والله، اسلم ايديك يا مصطفى.
بصي السمك ده طازه، هي دي نفسها السردينه. هي ها هي السردينه، هي السردينه. ما هي برضه انا فهمت ان هي حلوه. انا بعرف شوف. ها وانا بقليها حلوه كده، حسيت ان هي طعمها مختلف. وبعدين تستحمل التخزين. طعمها مختلف. لا انا عايزك قول لي سؤال. دودي دودي طعمها جميل، طعمها جميل السردينه دي يا جماعه. شفت هي حتى اللحمه بتاعتها والله طعمها جميل. من تحت كده الله يستر حاجه. بصوا بقى ما اخش نوع خالص. لا السردينه طلعت جنب اجوان عن المكرونه وعن اللي هي التانية دي اللي رنجة دي. قلت لها هجرب. قلت لها هجرب. هتغدى لك. نعم. حلو حلو السردين ده، حلو حلو السردين ده. هي دي اللي راح الحاجة اللي بيعجب امي دي تفهم. تعالى اتغدى اللي بتخبط، يا اللي بتخبط تعالى اتغدى. ممتاز. سردين ممتاز. له طعم. له طعم والله. عيط يعني. مش من نجربها قبل كده. ما نجربهوش هو الرنجة. شوفي. الله يستر. والله جميل. سردين. مش هي ده؟ هي ده عرفتي؟ هي دي السردين يا جماعة. ودي الكرمكة. دي برضه سردين. اسمعي. ودي الرنجة. دي اللي هي الرنجة. دي. السردينة دي طلعت أحسن حاجة فيهم. المهم يا جماعة أنا قلت لكم الهدف من الفيديو جميل، سمكة جميلة أوي من الهنا والشفا اللي هياكل. مشتركش في القناة يا جماعة ينزل يشترك في القناة دلوقتي أهو تمام حالا دلوقتي قبل ما ينسى، ويفعل الجرس ويدعيلنا تمام. ونشوفكم على خير فيديو جديد وأكلة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم. الله روعة روعة والله يا روعة. خلاص كده يا حاج روعة. بقول لك روعة. الله جميل. قال لي بقى روعة. الله يسلمك.